فير بلاي. وتعالى لكم من جديد في فير بلاي، نواصلوا في استقبال ضيوفنا. التصريحات اللي عبدوا لي سابق بشير السحباني في زون ميكس يبدو أن خلفت بعض الجدل. معنا بالتليفون بشير السحباني، حب يوضح شوية الكلام اللي قالوا. بشير أهلا بيك. صح أهلا بيك خويا، شنو أحوالك؟ مرحبا بيك. باهي، يبدو أنك ندمت على بعض التصريحات، هكا ولا شنو بالضبط؟ حاب نفهم. والله مش حكاية ندمت، أما حسيت روحي اللي ظلمت، فهمتني، وغلطت العباد في يوسف، فهمتني. كيفاش؟ حبيت نطلب منه السماح وإن شاء الله يسامحني. في خصوص شنو بالضبط بشير؟ خاطر قلت عندنا مشاكل ما بيناتنا وفهمني بال أنا بايع ماتش وواحد هذايا، أيوا شو أنا غلطت وإن شاء الله يسامحني. إي هو صحيح هذايا ولا الساعة باش نبداو واضحين؟ لا مو صحيح، أنا غلط. كيفاش مو صحيح؟ معناها قلت كلام كذبت عليه أنت ولا شنو؟ تنجم تقول هكاك. علاش؟ فهمتني. مو علاش، أنا خاطر نقول لك علاش. أنا اللي غاضي بالكلمة اللي قلتها لي، قلت لي تلعب في الاسبيرونس يعني على خاطر يوسف زواوي. قلت لي حبيت هكا نهرب من الحكاية هذيا، فهمني، كذبت عليه. فهمت كيفاه؟ باهي. هاكا هو هذيك هي، فهمني، خاطر أنا سمعتها برشا وقت كنت نلعب في الاسبيرونس ونلعب ووقتها انترونير يوسف الزواوي، فهمني، سمعتها برشا ويلعب فيه على خاطر ولد بلاده ولا خاطر، وأنا ظلمته، فهمتني، وما حقنيش، ونطلب منه السماح. ومش عيب واحد كي يغلط ويكذب على حد ويطلب منه السماح، فهمتني، يطلب منه السماح وان شاء الله يسامحني، فهمتني. وانت ان شاء الله، فهمتني، انت نلوج على نمروه ونطلبه مباشره، ونطلبه هو ونطلب منه السماح وان شاء الله يسامحني، فهمتني. وبالله فما حاجه اخرى حبيت نوضحها. خلي في الحكايه ذي الساعه. اتصل بيك هو ولا شنو اللي خلاك تندم؟ معناها علاش ندمت؟ ما اتصلش بيا، فهمتني. اي علاش تراجعت؟ شنو اللي صار؟ والله تراجعت، عندي جوار معايا كبير، فهمتني. حكينا مع بعضنا وقال لي يلزمك، ما فهم، يلزمك تطلب السماح وانت راك ظلمته واحد، فهمتني، واحنا عشنا معاك البريود هذيك وشفنا، فهمتني. حكيت له انا الحكايه، قال لي ما فيها باس، مثالي هو اكبر مني كيما خويا الكبير وتربيت معاهم وواحد، فهمتني. رجعني للطريق الصحيح. شكونه خلينا نعرفوه، ما يسالش مادام واحد دخل بالحسنى. بالله هو عرض عليا باش ما يسالش. باهي، ما يسالش، فهمتني. باهي، واضح. في النقطة الثانية شنو هي اللي حبيت توضحها بشير؟ بالله حبيت نوضحها أنا، خاطر سبوني برشا، فهمتني، كي قلت على جمهور الكليب أكبر أحسن جمهور. أي كذبت زادة ولا شنو زاد؟ حبيت نوضح في كلامي، راهو كي قلت هكاك خاطر الجيست اللي عملها الجمهور مع الجمعيه، وكل الناس كل تلمت، فهمتني، ولمت الفلوس باش عاونت الجمعيه واعد هذيك، فهمتني. يعني حبيتها، فهمتني، وفهمتني، وانا رايي ديما نقول يعني الجمهور مش انا بركه، قالوها حتى ناس اكبر مني، اللي جمهور الكليب جمهور كبير، ما يمنعش اللي جمهور الترجي زاد جمهور كبير وكبير برجاله، فهمتني، هذايا هو. وكي قلت البطوله من غير الكلوب يعني ماهيش بطوله، بالحق ماهيش بطوله، حتى تشوف الدربيات ما عادش كيما بكري، فهمتني. كانت قبل كي باش تلعب الكلوب ولا سبيرون تبدا دربيات يبدا يتحضروا قبل بجمعتين وواحد، فهمتني، تبدا ناس شيخه منا وناس شيخه من هنا، فهمتني. وانا حضرت على الدربيات برشا دربيات وما فماش المشاكل، الناس تروح مع بعضها، فهمتني، يبدو شيخين على بعضهم، فهمتني، حتى ولاد حومه يعني. فما في باب جديد وفي باب السويقه، فما اللي يحب الكليب وفما اللي يحب الترجي من باب جديد، فهمت كيفاه هذايا، فهمتني. برشا لاموني عليها وسبوني واحد، فهمتني. حبيت نوضح للعباد وكا، ونزيد ونرجع ونقول ان شاء الله سي يوسف الزواوي يسامحني. فما حاجه اخرى ولا هذا هو؟ لا هكا هو خويا، هكا هو، ويرحم والديك يا خويا، لزيتني العناوين اللي عملتهم فزعتني. باهي، واضح. انت كلوبيست بشير في الاصل ولا لا؟ كيفاه؟ انت كلوبيست في الاصل ولا لا؟ لا كابيست، انا كابيست ابا عن جد. اي كابيست، واضح. باهي، يعطيك الصحة، شكرا ليك بشير السحباني على تدخلك معنا. حبيت توضح بعض الكلام اللي قلته في برنامج زون ميكس نهار السبت، فسحنا لك المجال. والله بهت يعني، خاصة كي قلت لي كذبت في موضوع يوسف الزواوي، دونك انت قادر يعطيك صحة بشير. وبتسبق ايضا وضحت حكاية الجمهور الكلوب، اكيد برشا لموك من حبيت ترجي الفريق اللي كنت تلعب فيه. فاصل ثم مكملين في